السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما دخل الموديل ال 3D بقدر ان انا اعرف كل الخصائص الخاصة بكل عنصر فيه وتقدر تعدل فيها. فبلاقي عندي هنا ريسورس، والناحية التانية ممكن تلاقي ريسورس بروبرتيز. كل حاجة تعمل سيلكت عليها هيبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بيها والجي يو اي دي اللي هو الرقم بتاعه بالشكل دوت. تقدر تشوف كل ما خاصة بيه، هل هو مرتبط بوقت هيبدأ يجيب لك ان هو قد ايه وهكذا، وهو الـ IFC بتاعه ان هو ايه، وتقدر تعدل فيه المعلومات دي لو انت حابب. يقول لك ان هي ماتيريال وهكذا. دي اليوزر فيلد برضه تقدر تعدل فيها، الكاتيجوري دوكيومنتيشن كل الحاجات الخاصه بالريسورس. في قلب الريسورس بروبرتس نقدر ان احنا نعدل فيها زي ما احنا عايزين. مثلا ممكن تقول له ان ده هيبقى 5 ايام وهكذا.